بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. لجنة الكرة تجتمع لمناقشة تدعيمات الفريق في يناير. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للإسماعيلي. والليلة منتخب اليد يواجه تونس في نهائي إفريقيا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا مهما صباح اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة النادي، وناقشت اللجنة خطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكذلك خطط تطوير قطاع الناشئين بالنادي. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن لجنة الكرة بالنادي وافقت على إعارة الثنائي حسين السيد وعمرو بركات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال عبد الحفيظ إن ملف الثنائي سيتم توكيله بالكامل إلى عدل القيعي مدير التعاقدات بالنادي، مشيرا إلى عدم حسم مصير الثنائي بالرحيل إلى سموحة مثلما تردد. وأكد عبد الحفيظ أن ملف التجديد لأحمد فتحي وعبد الله السعيد يسير بشكل جيد للغاية، منوها إلى أن ظروف ضغط المباريات تؤجل حسم الأمور. وصل أحمد فتحي وكريم ندفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهما التأهيلية على هامش ميران الفريق الجماعي عصر اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة. وخصص طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق برنامجا تأهيليا للثنائي بعد إصابتهما في العضلة الأمامية، حيث خاض فقرة تدريبية في الجيم قام بعدها بالجري حول الملعب لمدة 10 دقائق. عاد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الراحة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة. وكان مروان محسن قد حصل على راحة 48 ساعة بسبب معاناته من جزع في الكاحل، وبدأ اللاعب خوض تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة والعودة لتدريبات الأهلي. انتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز. وغاب الحارس عن تدريبات الفريق أمس الأول بسبب ظروف أسرية بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين شاركوا في مباراة الرجاء تدريبات استشفائية على هامش ميران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. واكتفى كل من أيمن أشرف وعلي معلول وباسم علي ومحمد هاني وعمر السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجايي ووليد سليمان بالجري حول الملعب، بينما خاض هشام محمد تدريباته بصورة طبيعية مع باقي الفريق. وللمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة الأهلي. محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا آية، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. محمد، في البداية عاوزين نعرف كواليس التدريبات النهاردة. يعني النهاردة تقدر تقولي أول استعداد لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة الإسماعيلي بإذن الله، هي مباراة هامة جدا بالتاكيد الفريق بيستعد لها بشكل جيد، خاصه انها تكون مهمه بالنسبه للفريق
في مرحله الدوري العام. التدريب بدا الساعه حوالي الساعه 2:30، يمكن قبلها بنص ساعه يمكن كان في محاضره فنيه عقدها الكابتن حسام البدري مع اللاعبين استعدادا لهذه المباراه، ثم بدا الفريق للاستعداد من خلال التدريبات. الجهاز الفني فكر ان هو يقسم الفريق الى جزئين، يمكن المجموعه اللي شاركت في مباراه الاخيره امام الرجاء خدت مران خفيف بالجري حول الملعب حوالي كان مدته ربع ساعه، ثم المجموعه الاخرى التي لم تشارك ولم تتواجد في مباراه الرجاء الجهاز الفني يعني اتاها جرعه تدريبيه كبيره جدا ومران قوي، استمر حوالي اكثر من ساعه الا ربع. كان مران فني انقسم الى جزئين، جزء في مساحه اوسع في الملعب، ثم جزء اخير في مساحه ثانيه على مساحه اضيق لتثبيت بعض الجمل الفنيه. محمد يا ريت تطمنا كمان على حاله المصابين. احمد فتحي ويعني وكريم نجد المفروض يعني الجهاز الطبي بيحاول قدر الامكان ان هم يلحقوا بمباراه الاسماعيلي، لكن يعني قدر الامكان هيكون هناك صعوبه لهذه المباراه. يعني سعد سمير ومحمد نجيب تقدري تقولي بشكل كبير ممكن يلحقوا، يعني محمد نجيب النهارده وسعد الجهاز الفني اطمأن على حالتهم ودخلوا في التمرين بشكل قوي، لكن في الجزء الاخير من المران فضل الجهاز الفني ان يعني يريح سعد واسلام محارب ايضا ان هم شعروا بجهاد في نهايه التدريب، لكن ان شاء الله على مباراه الاسماعيلي يعني تقدري تقولي ان الجهاز الفني يطمئن على حاله خط الدفاع ويكون في ايجابيه بتواجد سعد ومحمد نجيب، لكن احمد فتحي للاسف يعني حتى هذه اللحظات لم يتحدد موقفه من اللي حاصل في مباراه الاسماعيلي. بشكل عام الفريق كله الحمد لله اتمرن، ما حدش الحمد لله تعرض لاي اصابه، لكن كان تدريب قوي النهارده، الجهاز الفني استفاد بيه بشكل كبير جدا في المرحله الجايه. محمد ممكن تكلمنا عن برنامج الفريق حتى مباراه الاسماعيلي القادمه؟ غدا باذن الله الفريق هيتمرن في نفس التوقيت، يعني في محاضره الساعه 2، بعدها بنص ساعه يكون في تمرين جماعي استعدادا لمباراه الاسماعيلي، ثم تدريب يوم الاثنين صباحا بقى باذن الله يكون في الساعه 10 صباحا، وبعدها مباشره الفريق هيتوجه الى برج العرب للدخول في معسكر لمباراه الاسماعيلي. لكن الشيء اللافت النظر قبل ما اختم معاك الحديث عن التمرين يا ايه، ان كمان النهارده علي لطفي طبعا احدث الوجوه اللي انضمت للفريق النهارده كانت موجوده في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، وكان شيء مميز النهارده ان كان في خمس حراس تحت اشراف طارق الامام مدرب الحراس، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، احمد عادل، عبد المنعم اللي حتى هذه اللحظات ما زال يؤدي تدريباته مع فريق النادي الاهلي، وايضا كمان ده مصطفى طارق الحارس الصاعد من مواليد 99. جزئيه اخيره عمرو بركات وحسين السيد ما زال حتى هذه اللحظه بيؤدوا تدريباتهم مع فريق النادي الاهلي، وما زال على ذمه وعلى يعني ذمه فريق النادي الاهلي، وبيتمرنوا مع الفريق حتى هذه اللحظات ولم ينتقل الى اي نادي خلال هذه الفتره، وموجودين مع الفريق في التدريبات حتى هذه اللحظات. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. قرر عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلغاء المباريات الودية التي كان من المقرر إقامتها على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تنطلق اختبارات القياسات البدنية الثانية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اليوم بفرع النادي بمدينة نصر تحت إشراف محمد الدكروري مخطط أحمال فرق الناشئين، ويتم وضع برنامج بدني عام للاعبين عقب إجراء الاختبارات على أن يراعي البرنامج الفروق الفردية على المستوى البدني من لاعب إلى آخر. عبر أمين عرابي المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم مواليد 99 عن سعادته بتحقيق الفريق فوزا مهما على الإسماعيلي أمس في المباراة المؤجلة من الجولة 9 ببطولة الجمهورية، وأوضح المدير الفني للناشئي الأهلي أنه لم يبذل الكثير من الجهد مع اللاعبين لتخطي هزيمة المقاولون العرب في الجولة الماضية، مؤكدا أن لاعبي الأهلي اعتادوا على اللعب تحت ضغوط، لذلك تخلصوا سريعا من آثار المباراة السابقة وحققوا الفوز على فريق قوي.
التقى فريق مواليد 2005-2006 بأكاديمية النادي الأهلي بالكويت نتائج قوية للغاية ضمن فعاليات الماراثون الشعبي الذي نظمته هيئة الرياضة في الكويت. وقدم أبطال أكاديمية الأهلي مباراة قوية في النهائي أمام فريق البحر الذي يضم أفضل لاعبي نادي الكويت الكويتي ومنتخب الكويت للبراعم. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان لضربات الترجيح التي حسمها الفريق المنافس، وبدأ الفريق مشواره بالفوز على فريق ريال مدريد بهدفين نظيفين، ثم الفوز على فريق العربي بهدف نظيف، وبعدها الفوز على نادي اليرموك 2-0، ثم التغلب على فريق أكاديمية سترايكر 3-2 بضربات الترجيح. وواجه فريق البحر في النهائي الذي جاء حماسياً ولم يحسم إلا بضربات الترجيح. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.